السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من قناة أمم أمثالكم لطيور الزينة. النهاردة معانا أكتر 5 أخطاء جالي عنهم رسائل الفترة اللي فاتت وكانت مشاكل بتقابل الناس، فحبيت أجمعهم في فيديو واحد علشان خاطر الناس اللي غلطت تعرف الصح إيه، والناس اللي معرضة إن هي تغلط لسه مبتدئة أو حاجة معرضة إن هي تغلط الأخطاء دي. الأخطاء دي شائعة وكتيرة فعلا، وخصوصا الخطأ رقم 3 ورقم 5 تقريبا أغلب الناس عملته أو ممكن ما تاخدش بالها وتعمله. الخطأ الأول معانا الناس اللي بتغير المية بتاعة الطيور وما بتكبش، تلاقي مثلا المسقة فيه لسه نصها أو لسه فيه 3/4 وتزود عليها وترجع تحطها تاني. ده مشكلة تبدو هايفة ولكنها حقيقة سبب لأمراض كبيرة جدا وكتيرة جدا، بسبب إن أصلا بيكون خلاص بعد 2 أو 3 بدأ يتكون فطريات وكائنات دقيقة مسببة للأمراض زي الجراثيم بقى والحاجات دي. فلما أنت ما تغيرش المية كلها وما تغسلش المسقة كويس وتنظفها كويس بعد كده ترجع تحط مية تانية نظيفة، أنت كده بتسمح بإن يعني ينمو، إن الحاجات اللي كانت موجودة دي تستمر في النمو عادي جدا وتستمر في إنتاج البيض بتاعها وتتكاثر تاني. لكن لما بتشيل المية وتنظف كويس وتعالج الموضوع دوت بتلاقي ان خلاص يعني فرصة ان هو ينتشر تاني ممكن يرجع مثلا يتكون تاني. فعشان كده احنا بنغير المية مفروض يعني ان كل يوم او بالكتير قوي كل 48 ساعة، ما تكترش عن كده، وفي الصيف بالذات لازم تغير كل يوم علشان خاطر المية بتسخن وترجع تبرد تاني وتسخن وبتكون اللون الاخضر اللي انتوا بتشوفوه لو ما نضفتوش كويس. الخطأ التاني ناس بتحضن زغليل مش بنفس العمر، يعني هي بتبقى فاكرة ان مجرد ان في جوز عنده زغليل مثلا عمر اسبوع او عمر 5 ايام او هكذا يعني، ويجيبوا زغلول مثلا عمره 20 يوم بدأ يريش خلاص وبدأ شكله يكتمل ويروحوا حاطينه معاهم على اساس ان الاب والام هنا هياكلوه، او العكس زغليل كبيره اصغر زغلول مثلا معدي 15 يوم ويحطوا معاهم زغلول صغير لسه فائس من البيضه او عمر ايام قليله. الحالتين غلط، ما ينفعش تحضن زغليل مش بنفس العمر تحت الاهالي. اولا الاهالي في يعني اغلبهم بيعرف عياله بغض النظر عن ان هو هياكلهم ولا مش هياكلهم، يعني في عصافير بتعرف عيالها عادي جدا، بتعرف ان ده مش ابنها وبتاكله لمجرد ان هو في نفس السن. وفي ناس وفي زغاليل تانية او عصافير تانية عفوا بتعرف ممكن ما تاخدش بالها، فاحنا عشان نخليهم ما ياخدش بالهم يبقى لازم يكونوا في نفس السن. افضل تحضين دايما تحضن الزغاليل وهي صغيره في نفس العمر وهي عمر ايام، او تبتدي التحضين من البيض ان انت محضن البيض اصلا تحت الام. الخطأ الثالث وده يعني اتكرر كتير قوي، هو ان ناس بتيجي تقول لي انا اشتريت جوز كان بايض من عند صاحبهم والجوز ده اخدته عندي البيت والنتايه رافضه ترقد على البيض. طبعا استحاله ترقد على البيض، النتايه ديت احنا بنشوف ان القفص كانه يعني مكان ثابت، القفص مش مكان ثابت، هي لقت راحتها وخلاص واطمنت للمكان ده وباضت فيه، فانت غيرت المكان كله. مش معنى ان انت شلت القفص ومشيت ان انت كده ما غيرتلهاش حاجه، لا، هي اخذت على الجو اللي موجود في المكان، حفظت الابعاد، الحاجات المحيطه، الاصوات اللي بتسمعها، الدوشه، طريقه او سلوك تربيه المربي ليها، كل الحاجات دي هي حاجات اخذت بالها منها وحفظتها وباضت بناء على هذا الوضع. فانت غيرت الوضع ده، فاستحاله طبعا ان هي تطمن وترقد على البيض. محدش يشتري يا جماعه عصافير بيضه ويفتكر ان هو كده مطمن وان هو كده كسبان وان هو شاطر واخد حاجه مضمونه. هتشتريهم بيضين هقول لك ماشي، ضمنت ان هم فيما بعد ممكن ينتجوا، لكن العش ده خلاص بلح مش هتاخد منه حاجه، فبلاش تشتري عصافير عندها بيض، اشتري عصافير عندها زغليل ممكن مفيش مشكله هياكلوهم باذن الله، او عصافير جاهزه وعلى وش ان هي تبيض او من حد ثقه. رابع حاجة معانا وهي الاسلوب الخاطئ في الكشف على البيض. الناس اللي بتكشف على البيض في وقت مبكر قوي
وبيفتكروا ان كده خلاص البيض فاضي، فما لقوش البذره او ما لقوش النقط الحمراء او الشكل الاورده المشهور دوت في شكل البيضه، ما لقوش الكلام ده، فيقول لك البيض بايظ فيرميه. وبيكون البيض عادي جدا، ممكن يكون سليم ومش بايظ ولا حاجه. ليه بقى؟ اول حاجه الناس لازم تفهم ان البيض، ان الانثى في الاسترالي مثلا، هو طبعا بتختلف من طيور لطيور، بس احنا لو بنتكلم عن الاسترالي او البادجي عموما، فالانثى بترقد على البيض من تاني بيضه، وفي بعض الاناث بترقد على البيض من اول بيضه. طيب هي بتبيض بيضه وتريح يوم وترجع تبيض البيضه التانيه، وتريح يوم وترجع تبيض البيضه التالته وهكذا. طيب احنا عايزين يعدي على، او نقدر نقول بيتكون الجنين او نبدا نشوف الجنين جوه البيضه بعد كام يوم؟ بعد 7 ايام تقريبا، او من 7 ل 10 ايام، ممكن قبل كده بحاجه بسيطه تمام، لكن يعني خلينا نقول 7 ايام. 7 ايام رقود، 7 ايام متواصله النتايه بترقد على البيضه ومدفياها. طيب لما انت هتيجي بعد اسبوع او 10 ايام ومستعجل وتكشف على البيض، البيضه الخامسه والبيضه الرابعه عدى عليها قد ايه عدد ايام رقود؟ احسب، اقف كده او هات ورقه وقلم واكتب واحسب، هتلاقي ان البيضه الثالثه والرابعه والخامسه ما عداش عليهم نفس المده اللي عدت طبعا على البيضه الاولى والثانيه، وبالتالي هتلاقي ان ممكن وانت بتكشف على البيضه العشره، البيضه الخامسه قصدي، في اليوم العاشر تكون البيضه الخامسه دي لسه متباضه. فاهمني؟ فانت كده ما اديتهاش الوقت ان هي يعدي عليها الكلام ده. طيب يبقى انت كشفت، هتلاقي بيضتين او حاجه هم السلام، والثلاث بيضات التانيه هتقول لا دول فاضيين ما فيهمش حاجه، فترمي البيض او تستعجل او تحضنه، تشيله وتحضن بيض تاني تحته وهكذا. لا، انت لازم تبقى فاهم ان البيضه اللي ما عداش عليها 7 ايام مش هتلاقي فيها منظر يدل على ان البيضه سليمه. نيجي بقى للخطأ رقم 5، وهو خطأ يعتبر قاتل. ليه بقى؟ في ناس بيكون عندها انثى عندها بيض بيضه او عندها زغليل، ولاي سبب من الاسباب الذكر بتاعها مات او طار، فبالتالي بتصعب عليه الانثى وبيتخيل ان كده الانثى محتاجه ذكر، وكمان بيقول ان لا انا هجيب كمان ذكر عشان خاطر يساعدها في القصه ديت. الخطأ ده قاتل، وحرفيا انت لو دخلت ذكر لانثى بيضه او عندها زغليل، وبالذات عندها زغليل، بنسبه تتعدى 90% هتموته وهتعوره وهتضربه. طيب ايه الصح اللي المفروض يتعمل في التوقيت دوت؟ لو النتايه البيض بتاعها كان قرب يفقس، فسيبها بنسبه كبيره، هتقعد لها يومين ثلاثه قبل ما تزهق وتقوم. لو قعدت اليومين الثلاثه وبدات تحس ان الزغاليل بتفقس تحت منها، فهي بنسبة كبيرة هتأكلهم بإذن الله. طب لو عندها زغليل أصلا، فإن شاء الله برضه هتأكلهم. طب نقدر نساعدها إزاي؟ لو عندنا أصوص بيضة في نفس التوقيت أو عندها زغليل في نفس العمر، نقدر نرحل الكلام ده تحت منهم ونسيب الأنثى دي تتجوز، أو فرصة تانية بقى إن هي تتجوز نجيب لها ذكر تاني. كده الفيديو بتاعنا خلص، ما تنساش اللايك والشير، وأشوفك في فيديو جديد بإذن الله.